السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. شفنا في اللقاء الفات في التعليم عن بعد كيف راح نستخدم برنامج المايا في تصميم طاولة وكرسي. في اللقاء هذا إن شاء الله راح نشوف كيف راح نعمل سرير تخت. يعني عشان أعمل الكلام هذا أنا في البداية معظم شغل راح يبقى عبارة عن صناديق بوكسز، فراح أروح على البوكس وأجي أعمل. قلنا هذه نافذة المعاينة وهذه نافذة التوب، بشوف المشهد تبعي من فوق، وهذه نافذة الفرونت بشوف المشهد تبعي من الأمام، وهذه نافذة السايد بشوف المشهد تبعي من الجنب سواء اليمين أو الشمال، تقريبا بيعطوا نفس النتائج. الآن عشان أعمل السرير تبعي، نفترض أنا بدي السرير نايم، فراح أجي أعمل نافذة التوب مناسبة جدا للتوب، وراح أجي أعمل كلام زي هيك. طيب هيك احنا عملنا ايش؟ التخت تبعي او الخشبه الاساسيه اللي بتركب على التخت. الان تيجي خشبه اماميه وخشبه خلفيه، فراح اجي هان على افتراض بتهيالي التخت عريض شويه قبل ما اجي طويل شويه، لو عرضته ممكن يبقى يعني مناسب اكتر او منظره مناسب اكتر. انا قررت انه التخت يجي نايم، ينفع تخليه انت بالاتجاه الثاني الطولي هان، لكن انا هيك اجى على بالي. الان بدل ما اني قلنا هذا دائما واير فريم واير فريم واير فريم، هيك احنا بنشوف الشغل اوضح. بدل ما ان انا عاود احط خشبه تانية هنا بهيك شكل، وتيجي الخشبه هاي ارتفاعها تحت من النافذه دي مبينه، تيجي الخشبه دي على القد مش على القد، لو قربنا هنا تلاقيها طالعه شويه. انا ممكن اعملها بطريقه تانية. ايش اسوي؟ هذا البوكس اللي هان عمله كنترول دي، كنترول دي اذا اللغه انجلش، تاكد ان اللغه انجلش عندك لغه الجهاز. كنترول دي دبليكيشن، عمل التكرار، وباجي من هان وبعمل سكيل على محور الاكس. الان خلينا اخمله شويه صغيره بهيك شكل، اجي واحطه هان عند راس، بيجوا بالضبط على نفسه، يعني فيش مجال يبقى اطول او اصغر. لكن لو جينا النافذه هذه راح نلاقي انه الجسم تبعي هذا بده يطول، فانا ممكن ارفعه هيك وين الارتفاع تبعه. طيب التخت السير بدي اياه مثلا يبقى على القد تقريبا زي هيك منها. اذا هاي الخشبه الاولانيه اللي عشان اعمل الراس تبعت التخت او الترويس تبعت التخت، ممكن اعملها نسخ، نسخ سواء من النافذة هذا او هذه، التنتين كويسات. هي كنترول دي ممكن من هان، وهي كمان واحدة هان. هاي صار في عندي ايه، تنتين زي هيك، في الغالب تبقى واحدة اطول من التانية. خلينا نفترض ان هذه اللي طويلة، انا بتنقل بالمسافة، بحط الماوس على النافذة وبكبرها، بعوز كم سبيس مسافة، ممكن نقول هذا اطول، فانا ممكن اطول هذه شوية صغيرة هيك، مع ملاحظة ان احط هذا مثلا على الخط هنا خط الشبكة، وهذه زيها احطها على خط الشبكة. هاي السرير تبعي مبدئيا كتير طويلة، بنفع اتخذ هذا ذات نفسه ارفعه لفوق شوية صغيرة زي هيك. طيب هذا الكلام السرير تبعي ممكن بده يبقى خشبة هان وخشبة هان، يبقى فيه له خشبة من هان، فانا بكل بساطة ممكن من النافذة هذه اعمل مكعب هان، ومن النافذة هذه اعمل خشبة زي هيك. لان انا عملت خشبة هي مبينة لكن ما لهاش سمك، باجي من هان واعمل السمك تبعها، ملاحظين من نفس التوب هي السمك تبعي. هذه الخشبة انا ممكن احطها هان هيك شكل، خميلة شوية الظاهر، انها خميلة شوية، ارفعها. هي الخشبة تبعتي، اعين المشهد تبعي، هي المشهد تبعي. نفس الخشبة اللي هنا أنا ممكن من التوب الآن أخدها وأوديها على الشقة الثانية، يعني لو أنا بطلع على المشهد من التوب زي هيك، هذا هو هذا، ممكن آخد الخشبة اللي أنا معلم عليها وأوديها على الشقة الثانية، كنترول دي وأجي أسحبها. إذا ما بديش يبقى مبين إشي ظاهر هنا أو إشي طالع هنا، ممكن أعبر الخشبة بالضبط، فانا ممكن اكبر هان عشان الشغل بده دقه، كبرت النافذه وبالضبط تقريبا زي هيك، وهنا
هاي الخشبة هاي تبعتي وأعبرها بالضبط تقريبا زي هيك. هيك صار في عندي مبدئيا في منظر السرير. أيوه يا ريت لو كانوا التنتين هدول، ممكن أعلم على التنتين هدول وأرفعهم لفوق هيك شكل. جوا هنا أنا ممكن أحاول أحط فرشة أو ما شابه، فأنا ممكن أجي هنا بوكس عشان أحط كأنه في فرشة وأكبر المشهد تبعي عشان أعرف أحطه بالضبط صح. هاي من هنا تقريبا لهان. الآن وين الارتفاع؟ أنا مش شايف الارتفاع لأنه مكبر النافذة هذه، لكن برفع إصبع عن الماوس بضغط كمان مرة وبرفع لفوق من غير ما أشوف. أنا هاي رفعت شوية في عندي شوية ارتفاع. الآن يجي نشوف الفرشة تبعتي أيها جاية على الأرض. دائما لما نعمل أي حاجة من الطب بحط ليها على الأرض، باجي أنا وبرفعها. واضح إنه الفرشة تبعتي ارتفاعها صغير، ممكن أعملها سكيل من هنا لو لاحظت أو لو لاحظته. هاي اللي الفرشة تبعته، هاي الخشبة، هذه هي الخشبة، هاي الفرشة. الفرشة بتبقى أعلى من الخشبة، فأنا ممكن آجي زي هيك وأعمل هاي زي هيك. الآن هاي بلش يصير في عندي منظر إنه في عندي سرير. طيب لو بدي أعمل مخدة للسرير، وإن كان الأمور كلها عبارة عن بوكسات، بس أنا بحاول أجمع البوكسات هذه وأحاول أعمل منها شكل السرير. لو عملنا كنترول دي من نافذة التوب، خلينا أشوف الأربع نوافذ أحسن لي. كنترول دي عمل الدبليكيشن، هي أرفعها لفوق، هاي الجديدة هذه. ولو عملت لها سكيل عشان أخليها ترويسة أو يعني كأنها مخدة وما شابه، حطها عند الراس تبعي، أي كأنه مخدة، بس مبينة مخدة إيش مالها؟ جدا ضخمة وطالعة، مش طالعة بس جدا ضخمة، أرفعها شوية، هيك شكل، وأنزلها لها. هاي صار في عندي منظر السرير أو شكل السرير عندي. ممكن للسرير، ممكن أنا ببش البس الشرح. قيم الشبكة، الشبكة اللي شايفين هذه المغلباني ممكن أقيمها من هنا. في اللحظة اللي أنا بطلع من تحت مزعجاني، فأنا ممكن أشيلها من هنا. ولو عصيت على الزر هذا راح يبين لي الشكل ومخطط بالأزرق عشان يبقى أوضح يعني. هيك بيجيني الشكل طبيعي، هيك هو مخطط بالأزرق يبقى أوضح. ممكن أنزل من هنا إجر، إجرتين، ثلاثة، أربعة، فممكن أنزل إجرين صغار من هنا. خلينا عشان أعمل الكلام هذا اجي على التوب برضو، على التوب. انا دائما بفضل اشتغل من التوب مبدئيا يعني. هاي الخشبه تبعتي، شايفين الخشبه هذه ما اتجاوزش الاجر تبعتها. هاي الاجر تبعتي الاولى، لا هاي ارتفاع يبدو انها رفيعه شوي صغيره، اعملها هيك سموك. ما تطلعش برا الخشبه الاصليه، هاي عملتها شوفها من وين جايه، بدها تنزل تحت. هاي الاجر تبعتي نشوف من هنا، هاي الاجر شايفينها. هذه الاجر اللي انا عملتها هنا ممكن بكل بساطة كنترول دي وازيحها تحت، صاروا في اجرتين هنا. الاجرتين هذولا كنترول دي واوديهم على الشقة الثانية. ننتبه لازم يكون اجرتين جوا الخشب، هاي الخشب تبعتي. إذا مش متأكد من الخطوط باجي هان، تعال شوف الشكل تبعي. أيوه هيك شكل. هين هين صرت أنا عامل تقريبا السرير هيو، وفي إله فرشة وإله صحيح مش ظريف لكن بمشي وضعه مقبول يعني. راح أوقف اللقاء هذا لهان، وإذا اللقاء الجاي ممكن نعمل خزانة أو ما شابه. لحتى الآن يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.